موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد. قبل ما ابدا المقطع شكرا لكم على الدعم في المقاطع اللي راحت. ثاني شيء كل عام وانتم بخير، الله يجعل هالشهر شهر مبارك عليكم جميعا، والله يجعلنا من صوامه وقوامه باذن الله، وكل عام وانتم بخير. مره ثانيه قلت في رمضان اني ما راح انزل مقاطع كثير، 3 مقاطع في الاسبوع، لكن يمكن يختلف الوضع شوي. ما ادري الحين، فاكتبوا لي تحت في الكومنتات وش السلاسل اللي تبونها، وش السلاسل سواء العاب جديده العاب قديمه تبون نجربها في رمضان، ما عندي اي مشكله. خلونا ندخل مقطع اليوم، ومقطع اليوم راح اوريكم اشياء كثيره خلت لعبي يتطور. من كنت ناشف الدايموند 1 دايموند 2 الحين في الشامبيون، وقاعد اقاتل على الشامبيون، وان شاء الله بوصل شامبيون 2 3 ما ادري في 3 جراند شامبيون. فهمتوني، لعبي اختلف مره من ناحيه الطيران، من ناحيه كل شيء بسبب التدريبات. فوريكم اليوم التدريبات اللي قاعد العبها، وبلعب معكم اجيام 2 في 2 راندوم. تبتعوا بمقطع قبل ما نتكلم عن كل شيء، اللي يبغى يشتري موقع روكت ليج اكسشينج الرابط في الديسكريبشن، لكن احتمال انهم يتاخرون تسليم بسبب التحديث الجديد حق روكت ليج، لانه طلب الليفل وما ادري ايش، احتمال انهم يتاخرون عليكم. ف يعني اذا بتطلب حط في حسابك انه يمكن يتاخر الطلب، عشان ما حد يجي يقول لي ليش ما قلت لنا. لا قلت لكم، اذا تبغى تشتري من الايتم شوب لا تنسى تستخدم كود VSL، اضغط R2 وحط VSL، وبكذا راح تدعمني لمده 14 يوم. اي شيء في الايتم شوب تبغى تشتريه مثل هذه السياره، تاكد انك حط كودي او كود اي احد من اليوتيوبرز او اي يوتيوبر تحبه، لانك اذا بتدعم ادعم اي احد سواء انا ولا غيري. هذا الشيء اقوله عشان الارباح تروح بعضها لليوتيوبر اللي تحبه. اتمنى فهمتوني، خلونا اوريك التدريبات اللي عندي. طبعا في اشياء كثيره، وفي حق سام يعتبر بالنسبه لي صعب لكن خرافي خرافي خرافي، يطور لعبك سريع سريع. فمثل هذه شوفوا كيف اللخمت انا، هذه لازم تطير على طول عشان تتوقعها، فهمتوا؟ زي كذا زي كذا، صح انه مو بهدف بس راح تطور من لعبك مره، بتخليك سريع في النط. شوف كيف ارتفعت على طول انا زي هذه. اهم شيء انك تطق الكوره مع انها كانت سريعه مره. شوف كيف السرعه، سريعه مره والله، سريعه مره. طبعا هذه مثلا تبغى تجيب جمب ريست، ولا تبغى تطير طيران عادي، ولا تبغى تسوي اي شيء، تقدر تسوي اي طيران تبغاه. هذه الاشياء بتطور من لعبي مره. في ناس يقولون اعطنا الكنترولز حقتك او السيتنجز حقتك، هذه السيتنجز حقتي، كاميرا 110 ووقف الشاشه الحين وسوي اللي قدام، يمكن يعجبك يمكن لا، يمكن تتاقلم معي يمكن لا. هذا الشيء اللي انا سويته وعجبني، كل مره اعدل كل مره بدل، يعني بكره يمكن تشوفني حاط اعدادات ثانيه ما تدري. هنا الكنترولز عندي طبعا اللي مسويه، الار 1 مخليه بوس، الاير رول مخليه ال 1، الاير رول ليفت مخليه دائره، ولا هذه الاشياء المهمه يعني، والباقي عاديه، سكور كارد مربع زي كذا. فخلونا ندخل الحين. طبعا اللي ما يدري وصلت لشامبيون 1 ديفيجن 3، عشان انا قلت لكم في المقطع اللي راح هل تبوني اوصل للتشامبيون 1 ديفيجن 2 او لا. في ناس كثيرين قالوا ايه ديفيجن 3، وباذن الله بنوصل للديفيجن 4 وندخل للتشامبيون 2 باذن الله اذا قدرنا في هذا المقطع. ادري اليوم سوالف كثيره، لكن في اشياء كثيره حبيت اشرحها. في ناس يقولون كيف طور لعبك ما ادري، مع ان لعبي 4 سنين تقريبا او 3 سنين نفس الشيء، بعدين فجاه تغير. اللي تغير انه مثل ما فورتنايت حاطين مابات بوكس فايت وهذه الاشياء، مابات تدريب اديتنج، هذه الاشياء بتطور من لعبك، فهمتوا؟ ف نعطي خوينا، ما نعتمد على نفسنا. اوكي انا ما معي بوست، فانا ودي خوينا يرجع، بس خوينا قاعد يشطف الله يهديه. اوكي حلو يا خوي، يا الله قهر، اقسم بالله قهر. روح خوي، انا مشكلة ما معي بوست فلازم ارجع الحين ناخذ البوست الثاني ونطمر عليه، نهوش له كذا. حلو خوي تكفى، لا والله ما توقعت هذا، شو وضعه؟ قام صدم، تكفى يا خوي فيك، لا ما دخلت. روح الله عليك، قريت باس ايزي. يعني كان ودي صراحه ان نوصل بسرعه الى كامبين 2، بس شكله مطولين والله. روح الله عليك، نايس شوت. بدينا نعدل الكفات حقتنا من ناحيه انه ما نضغط البوست كامل الا ما نوصل، لا نضغط البوست شوي، اذا السياره خلاص اتزنت انها بتروح هناك وقف وقف بوست. وات تو سيف، ناخذ بوستاتهم 12، ما نقدر على 100 ابدا، نطلع مع خوينا. يا عيني بعيده، جول جول الله.
يا خوي لا والله خوينا انكبني هنا فيك لي ما ادري وش اسوي. ايوه يعني عوض عوض يا شيخ تكفى. يو حرام الله عليك مع انه شاتني في هذه اللحظه لكن شوف كيف عوض. يا عين يا خوي يا ساتر يا ساتر فورفت يا شباب. عوضنا الجيم اللي قبل شوي ولا ما عوض؟ عوضنا. لك تكفى خوي يا الهي. اعوذ بالله. يا عيني خوي تكفى. اوه جاب العيد. وات؟ لا بيصدها. تكفى خوي. لا حرام والله حرام. الله يشوت خوينا. اوكي. والله عليه. لا يا خوي تكفى. قولك تكفى. اوكي كلوز. روح. لا ما مع بوست حتى هو. تكفى حرام 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 والله قهر اقسم بالله. يا ساتر نايس يلي فهمني نايس. ما لي الا اسوي كذا والله ما لي الا اسوي كذا ما اقدر اشوت كورة على جنب. يوه يا الجيم والله لو يجي فوز يا ساتر. هذا لي. الله يلقى يا ساتر يا ساتر يا التسعين. يوه بإذن الله فوز قايل لكم. شوفوا هدف واحد سكور 600 صعبة صعبة. جي جي والبليد ديفجن اي في. يا رب نروح تشامبي 2. هانت هانت باقي شوي باقي شوي باقي شوي يا شباب. ارجع يا خوي خذ البوست روق. الحمد لله اني صدمته. يا ساتر اوكي اخذ البوست الحمد لله. تنزل قريت باس قريته قرايه. اني صدمت الخصم لكن خوينا شوف كيف شاتها وهذا صدها لكن باذن الله نقدر. هذا خوينا عربي هنا حط سيفين نخله. تكفى خوي الله عليك. ايوه شو يصدع ذا؟ الو اوه تكفى يا الله. ما ادري هوشت له ولا لا انا. تكفى الله عليك الله العظيم شكرا. شوف طلع من هناك اعطيته اسست لا حد يقول بالصدف قاصدها. وين لا تطير بزياده تكفى. ايوه اوكي. اوه ماي جاد والله جبت العيد انا اسف يعني هذا غلطي. يلا قولك عوض على طول. واتسيف واتسيف واتسيف. يا الله لو في بوست بس شوي. لا نو بروبلم نو بروبلم والله قهر كان ناقصني بوست. انا ورا شوي عشان اقتنص الفرصه. شفت كيف؟ توقعت انهم بيخلصون اي شيء لان خوينا مشغول لهم. قعدت في النص قلت اذا جت كوره ولا دفعت بس بسيطه. عيني خوي طق هذا. اوه اوكي شكله انسحاب صدقوني شكله انسحاب. والله انا قايل لكم شكله انسحاب. جي جي يا شيخ جي جي. عوضنا الجيم الاول سبحان الله عوضناه. الحمد لله يا رب. والله ما ادري بيعطوني على طول ولا لا. لا والله مستحيل شكله. يوه
اتوقع ما معبوس ولا ايش؟ شوتها غبيه جدا. اوه مو بتيم فعشان كذا قاعد يتكسك عليه. هدف نايس. استغربت انها خويه واقف واقف عندي انا. يجي يجي ما ادري هذا لا كلهم طلعوا بعد والله يجي فول بليد والله جالدين جلد مو طبيعي. اتوقع دخلنا تشامبيون 2 اتوقع للحين. يا ساتر اول كيك اوف لازم انك تقعد في المرمى عشان خويك ما يفحي زي كذا. تكفى خوي. اها اوكي انشب انشب انشب. ما في ما في مرحميني ما في ما في مرحميني. الله يا شيخ الله يمين بالله قوه صد اسست وشوته. وش ذا اللي يقول تدريبات ما منها فائده. شوف كيف شوت ما راح اتكلم انا اقول شوفوا اللي صاير بيعطيك قولك. نايس انا اجيب هدف ولا تزعل يا خوي. سكور 500 في اقل من دقيقه يا شباب والله العظيم جيم التاريخ. مديك والله خوينا ناكبنا مره والله غريب خوينا. انا ما معي بوس فلازم اسوي ذي الحركه وهذا يبغى يصدم. يلا خوي نايس شوت. اي خوي تحرك كيف شوف كيف يمين بالله مقطع للتاريخ اقسم بالله مقطع للتاريخ. يا حبيبي متى بتعطونا الشامبيون 2؟ والله العظيم طولنا عشان نجيب شامبيون 2 طولت التسجيل بعد صراحه مستمتعين لكن بنفس الوقت تعبت وانا اسولف واتكلم يعني. يلا هانت هانت باذن الله هذا الجيم جيم نهائي ويا رب ان خوينا كويس يا رب. قولك عاد طعم القهر بعد. ايوه ساتر وش ذي حرام راح الجيم حظنا كان سيء عرضتين كرة تطلع من مرمى ما ادري ايش اسوي. اصدم خوينا بس شي خذيت عنك البوستي صدم صدم تكفى قولك. لا تكفى تكفى لا 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 تكفى صد بس هذه ابغاك صد بس هذه بس يعني حلوه الشوته. اعوذ بالله من غضب الله روح نايس شوت. اوف وات والله العظيم حاولت اني ابلك سماش. الو اللوك الحمد لله نجح هدف الحمد لله يا ربي. والله ما ادري شلون جت كذا. او ماي جاد شكلها بعيده الحين بيرجعونا دائما شامبيون ديفيجن 3 اتوقع. لا والله ما رجعونا الحمد لله الحمد لله يا رب. اذا هذا الجيم خساره اتوقع انه بيكون اخر جيم في المقطع اتوقع. اذا خساره اذا فوز عاد يمكن يختلف الوضع. واو واو الشوته نايس شوت ثانكس. ها ماي فولت ماي فولت والله ماي فولت كنت اضغط كل شيء. نايس شوت ايه يعوض تكفى 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 والله العظيم يبدينا. احس انه مستهزأوا فينا بزياده فالاستهزاء هذا راح يوديهم في داهيه ويخلينا نتعادل اذا كان خوينا كويس ان شاء الله. يا ساتر قريت بقى نايس شوت قصدي وش قريت بس والله العظيم اسست خرافي صراحه. هدفك مو بهدف قريت بس توكسيك على لا شيء ما ادري شلون كريس باس. قايل لكم شفتوا كيف بدون يستهزئون فينا نجيبهم يعني كان الفرق ترى مره كثير 6-3 شيء زي كذا. لازم اقعد في المرمى لان خوينا بيجيب العيد احس. اوكي والله حسبني صادمه عمد يعني ولا ايش؟ قولك. نايس شوت بس صد وراها اسيست ما عندي انا. الله 8-8 يا ساتر والله انا قايل لكم احس المباراه 8-7 يعني هذا 8 باقي دقيقه فما ادري ايش بيصير يمكن نوصل 10 اهداف. اوه ماي جاد
خوينا والله جاب لي ايده يا شباب، مسيد قدام الكوره كانها جايه على مرماهم. كولك وات سيف كلوز ون كلوز ون، نعطيه حركاتهم وات سيف كلوز ون وراها على طول. والله العظيم لو نفوز بهذا الجيم فانه معجزه معجزه. انا قلت لكم اذا خسرنا هذا الجيم فانه بيكون اخر جيم، اذا ما خسرنا نلعب جيم بعده. تكفى. ايش يسوي خوينا؟ يجي المقطع الجاي ان شاء الله باذن الله ندخل الشامبيون تو باذن الله معكم. يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعت في المقطع. المقطع هذا صراحه كان لعبي فيه الامانه حلو، صح انه ما في فري ستايل اوت ما ادري وش هذا الاشياء، بس انه تراي هارد الف تغير لعبي الامانه، تحسن مره بالنسبه لي قاعد اشوفه تحسن يعني بالنسبه للمقاطع اللي راحت. ويعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا ونراكم على خير في امان الله. سلام.